بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم إخواتنا وحبايبنا ويعني ورجالة وأبطال الثانوية العامة، عاملين إيه؟ عارف والله إن أنتوا يعني تعبانين ومضغوطين وطالع عينيكوا دروس ومذاكرة ومجهود. والله بص، قسما بالله أكتر ناس في مصر شايلة مسؤولية هي أنتوا، وأكتر ناس في مصر تعبانة وطالع عينيها هي أنتوا. بس خلي بالك، اكتر ناس باذن الله تعالى هتفرح اخر السنه وهتبقى طايره من الفرحه هي انتوا باذن واحد احد. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، مهما كنت تعبان دلوقتي ومضغوط دلوقتي وطالع عينك دلوقتي، ما تخافش ما تخافش، هتجني ثمار كل التعب ده طول حياتك طول حياتك. يعني انا عايز اقول لك، مجموع الثانويه العامه ده هيفضل تاج على راسك طول حياتك، وتفضل فرحان بيه، مش يعني مش فتره بس، لا طول حياتك هتفضل فرحان فيه. مش انت لوحدك اللي هتفرح بالمجموع، لا ده انت والاب والام والاخوات والعيله، بقيه العيله والقرايب وكل الناس هتبقى فرحه لا توصف ان شاء الله. فلو انت تعبان فعلا وطالع عينك وفعلا وطالع عينك في المذاكره، ابشر، كل ده باذن الله تعالى هيترد لك وهتجني ثماره طول حياتك باذن الله تعالى. تمام. الميسيو ربنا يحفظه كلمني وقال لي اعمل فيديو لطلبه الثانويه العامه، قلت والله فرصه. تمام. ليه؟ لان اي حد في ثالثه ثانوي لو شفته في الطريق هقول له عن نقطتين مهمين جدا، هما نقطتين بالظبط عايز اقول لكم عليهم. تمام، مش هاخر عليكم يعني. تمام. اول حاجه الطلبه في التوقيت ده، في النهارده يوم 10/11/2023، تمام، الطلبه في الوقت ده عباره عن يعني مجموعتين، في مجموعه او قسم مش مراكم ومخلص اول باول، وفي بقى مجموعه تانية مراكمين. تمام. طبعا المجموعه اللي مش مراكمين واللي مخلصين اول باول الملتزمين دول، تمام، ده يا باشا شابوه، ده انت كده بيرفكت، انت كده ممتاز، انت كده 10 10، الله ينور عليك. تمام. يطلبوا منك يا باشا ان انت ايه، كيب جوينج زي ما انت، خليك مخلص اول باول زي ما انت عارف، لو فضلت زي ما انت كده على وضعك كده وبتخلص اول باول، ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى هتبقى اخر السنه هتخش كليه من كليات مرحله اولى مستريح. تمام. فانا مش مراكم، على وضعك يا باشا زي ما انت وخلص اول باول، ده انا مش مراكم. طب بالنسبه بقى للمراكمين، لا المراكم ده بقى يخلي باله معايا، تمام، عشان موضوع المراكمه ده يعني اتكويت منه صح، ويعني موضوع المراكمه ده اثر فيا ما فيه كفايه. تمام. بصوا، انا كنت سنتين ثانويه عامه، السنه الاولانيه ليا فشلت ويعني ما توفقتش، تمام، والسنه الثانيه الحمد لله دوست على نفسي واجتهدت وذاكرت والحمد لله انا حاليا في ثانيه طب. تمام. خلينا في اول سنه. طيب اول سنه ايه اللي خلاني افشل طيب وما ادخلهاش والسنه تضيع مني؟ باختصار السبب اللي خلاني افشل في اول سنه هو المراكمه. ايوه، المراكمه ده السبب الاول والاخير اللي خلاني افشل في اول سنه، فانا مش عايزك تغلط غلطتي. بص يا اخوانا، لازم تقتنع ان الثانويه العامه دي يعني قبل شهر 12 حاجه، ومن اول يعني من يوم 1/12 وبعد كده حاجه تانية خالص. ليه؟ انت حاليا المدرسين يعني مش بيجروا، كل مدرس ماشي على مهله. تمام. لكن من اول يوم في شهر 12 هتلاقي المدرسين بيجروا في المناهج، كله عم يجري. ليه؟ كله عايز يخلص. انا اعرف مدرسين متخلص المناهج في شهر واحد والله. تمام. واعرف مدرسين متخلص في شهر اثنين، وفي اللي بيخلص في شهر ثلاثه. فبالتالي من بعد شهر 12 كله بيجري عايز يخلص بدري. تمام. فانت حاليا في فتره الهداوه، لسه هدوء الوقت، لسه ما حدش بيجري في المناهج. تمام. ففرصه انك تخلص المتراكم عليك دلوقتي احسن بكتير من انك تخلص بعد كده. بعد كده يبقى الموضوع صعب، ده انا عرفت اخلص بعد كده اصلا، ده انا عن نفسي ما عرفتش اخلص بعد كده وفشلت وبتاع، وكانت فتره معنى بقى لربنا. تمام. فبلاش تغلط غلطتي يعني حياه ربنا، بلاش تغلط غلطتي. تمام. فانت لا دلوقتي اول ما اشوف الفيديو ده، وانا عارف ان شاء الله الفيديو ده هيوصل لناس وهيفيد ناس باذن الله تعالى. تمام. اول ما اشوف الفيديو ده تمسك ورقه وقلم، انا والله متراكم عليا في الفيزياء كذا، في الكيمياء كذا، في الماده الفلانيه متراكم عليا كذا، اكتبهم في ورقه. تمام. وتخلص كل يوم يعني اجزاء من جديده واجزاء من متراكم، اجزاء من جديده واجزاء من متراكم. تمام. تفضل على الحال ده خلال يعني، بس تضغط نفسك شويه، خلال اسبوع اسبوعين في فتره الهداوه دلوقتي تعرف تلم الدنيا اللي عليك. تمام. وتبقى زيك زي اللي ما رقمش، ما انت خلاص خلصت، فاهمني؟ فانا عايزك الناس اللي مراكمه، تمام، اول ما تسمع الفيديو ده تمسك ورقه وقلم وتكتب المتراكم عليك وتخلصه اسبوع اسبوع اسبوعين يعني بالكتير قوي اخر شهر 11 لفترة يعني فتره الهدوء يعني اللي ما فيهاش جري في المناهج. تمام. باسبوع اسبوعين اخر شهر 11 تكون مخلص اللي عليك. تمام. عشان خاطر لو ما خلصتش دلوقتي هيبقى صعب انك تخلص بعد كده، بعد كده يعني هيبقى الموضوع صعب قوي. ولو لا قدر الله ما عرفتش تخلص بعد كده، هتيجي بقى تروح للاب والام وتقول لهم يا اخوانا انا عايز اسيب الماده الفلانيه ولا اجل ولا مش عارف ايه. ودي طبعا انت لو قلت للاب الحاجه زي دي، الاب هيتصدم صدمه العمر فيها، والله العظيم يعني حصل معايا كده. تمام. قلت لهم عايز اسيب، واتصدم صدمه جاب حق، وحسيت انهم ايه، بصوا لي بخيبه امل كده وبتاع، وانا نفسي كنت متضايق ان انا زمان مخلصين، ولا دخلوا طب ولا دخلوا هندسه ولا دخلوا صيدله، وانا لسه جاي عامه زي ما انا. طب ليه يا ابني، ليه يا ابني توجع نفسك في الامور دي كلها؟ ليه؟ انت لسه بايدك الامر الوقت،
لسه بيدك زمام الامور. بعد كده ممكن الموضوع يوسع منك، موضوع مراكمة ده يوسع منك، ما تعرفش تلم الوقت، تعرف تلم تمام. فاي واحد مراكم يمسك ورقه وقلم ويكتب انا مراكم كذا 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 كذا، ويدوس على نفسه ويخلص دلوقتي، عشان خاطر لما يخلص بقى ويبقى مش متراكم لحاجة حاجه، يمشي اول باول زي اللي ملتزم من اول السنه. ده انا عايزه منك عشان خاطر ما تقعش بغلطتي تمام. بس دي كان اول موضوع، موضوع المراكمه يا اخوانا، المراكمه لازم تخلص دلوقتي عشان خاطر ترتاح بعد كده، وتخش بقى في فتره الجري بقى وانت ايه مش متراكم عليك حاجه تمام، وترتاح في بقيه السنه باذن الله تعالى. ده اول موضوع تمام. الموضوع الثاني بقى اللي عايز اقول لكم عليه، بصوا يعني ما تحسبلهاش كتير، يعني مش كل شويه تحسب طب انا لو جبت مجموع كذا هخش كليه كذا، والماده الفلانيه هنقص فيها كذا، والماده الفلانيه مش عارف اعمل فيها كذا، بلاش تقولش تحسب، ومش بحساباتك والله ولا بحساباتي تمام. ربنا قال واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه، امر بيد ربنا تمام. انا عايزك تشتغل بس، يعني تشتغل فقط، يعني ما تبطلش الشغل، تفضل شغال وبس، وتسلم امرك لربنا. ورب سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي، انا مش حافظه بالظبط يعني، بس فيها معناه ان انا عند حسن ظن عبدي بي، لو انت ظنيت بربنا خير، لو انت حاطط في مخك يعني حاطط في بالك ان الدنيا تمشي سهله، وان انا هعرف اخلص متراكم عليا، وهعرف اخلص اللي عليا، وهعرف اذاكر، وهعرف بعد كده لما اخلص المنهج هعرف اراجع واخش الامتحان، هعرف احله باذن الله تعالى، اخش كل اللي انا عايزه وبتاع، تقعد بقى تتخيل بقى ان انت ايه هتبقى فرحان اخر السنه. لو فعلا حاطط في مخك السيناريو الجميل ده، والله هيحصل لك على ارض الواقع تمام. ده ربنا قال كده مش انا تمام. انما لو ظنيت بالله شر، وقلت لا ده انا مش عارف ان متراكم عليا وانا مش عارف ايه، وقعدت تفتكر تصورات وحشه ومش عارف ايه، ده اللي هيحصل لك تمام. فلا انت ظن بالله خير وفوض امرك لربنا تمام، ظن بالله خير وفوض امرك لربنا، ما بلاش حسابات كتير، انت اشتغل وبس، وخليك ايه حاطط في مخك سيناريو كويس، حاطط في مخك تصور كويس ان انا الكل ده هخلصه وهراجع عليه بعد كده، وبعد كده ان شاء الله هحله وبتاع، ظن بالله خير تمام. وانت شايف على وسط بالله خير، هتلاقي الظن الخير ده بيتطبق على ارض الواقع، تلاقي السيناريو الكويس اللي انت افترضته في مخك ده عم يحصل تمام. وان شاء الله يعني هيحصل باذن الله تعالى، وربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله يعني، موفقين باذن الله تعالى يعني، وربنا فرحنا بيكم اخر السنه. يلا والسلام عليكم.